لبنان اليوم دولة قوية الأركان وفاقا وحكما ونظاما وجيشا واقتصادا ودورا. هذه هي شهادة العالم والأشقاء بنا، وهذه هي الشهادة الحقيقية للبنانيين بأنفسهم. لبنان بلد لكل اللبنانيين، نحن بدنا نعيش فيه مسلمين ومسيحيين بالتساوي. أنا بدعي جميع الناس، جميع اللبنانيين من كل الطوائف، إنه خلينا نحط إيدنا مع بعض لنبني البلد، مش نقعد واحد يبني واحد يهدم. ما مهم مين بيبقى ومين بيروح، المهم البلد، لأنه هيدي اللي يبقى وهيدي اللي بده يعيشوا فيها أولادنا وأحفادنا. ما بعرف أشعر بالحقد، ما بعرف الحسد شو معناته، ما بحياتي عرفته. وأنا بعتقد إنه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة. أنا إيماني بالله كبير، وثقتي بالبلد كبيرة، وثقة الناس هي الأساس عندي. رغم كل الصعوبات ما زلت متفائل بمستقبل لبنان. ما حدا أكبر من بلده، ما حدا أكبر من بلده، ما حدا أكبر من بلده.